جاي تتعرف عليا خالص؟ ها؟ طب معلش مره جديده. ماشي اوكي. استنى يا عم، استنى يا عم، في ترند غريب قوي كده يا جدعان. استنى اجيب لكم معاك مشاهير تيك توك على الترند ده. اول حاجه اجيب لكم بس الفيديو الاصلي بتاع الترند. اخر سنه تابعوا الفيديو فتره قصدي اتكلم على اقل ترند، تمام؟ الترند ده وانا بقلب على تيك توك لقيت ترند، فحبيت اتكلم عليه واجيب لكم تجمعات مشاهير تيك توك. خضابه ضحك كده، فجبتها تجمعات مشاهير تيك توك. لو بس عايز تشوف الفيديو الاصلي بس انت بس اعمل لايك واشترك في القناه وفعل الجرس وريني عارف تصور ده 500 لايك. ويلا بقى نشوف بقى الفيديو الاصلي، وبعد كده نشوف بقى تجمعات مشاهير تيك توك. مش عايز تتعرف عليا خالص؟ ها؟ طب معلش مره جديده. ماشي اوكي. ده الفيديو من عن الاصلي، واحد بيصور عادي بس مش عارف هو مجهز التصوير ازاي. هو كان واقف بالعربيه وهي دخلت بتقول مش عايز تتعرف عليا. انا مش فاهم قصته ايه بس مش عارف، فحاسس ان هو فيه مش حقيقه. فتعال بقى نشوف بقى تجمعات مشاهير تيك توك. تيك توك واخدينها طريقه، فعاملين بقى الطريقه على الفيديو ده. فتعال نشوف بقى تجمعات تيك توك. مش عايز تتعرف عليا خالص؟ ها؟ طب معلش مره جديده. ماشي اوكي. مش عايز تتعرف عليا خالص؟ ها؟ طب معلش مره جديده. ماشي اوكي. مش عايز تتعرف عليا خالص؟ ها؟ طب معلش مره جديده. ماشي اوكي. مش عايز تتعرف عليا خالص؟ ها؟ طب معلش مره جديده. ماشي اوكي. مش عايز تتعرف عليا خالص؟ ها؟ طب معلش مره جديده. ماشي اوكي. مش عايز تتعرف عليا خالص؟ ها؟ طب معلش مره جديده. ماشي اوكي. مش عايز تتعرف عليا خالص؟ ها؟ طب معلش مره جديده. ماشي اوكي. زي ما انا عايز سمعت الفيديو، الفيديو جامد قوي يضحك. وانت عارفين الشعب المصري جميل ودمه خفيف، لما بيلاقوا حاجه ترند زي كده فما بيسكتوش. عايزين فيديو عن مين ما تكتبوا تحت التعليقات، تمام؟ واحنا كده خلصنا الفيديو. فالسيشن لايك، اشترك في القناه وفعل الجرس، ويا ريت تعملوا 500 لايك. ومعاكم عبد المنعم، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.